هذه القمة التي تبدأ بأجواء جماهيرية لا مثيل لها. هذه الأجواء في ديربي الرياض الكبير بين النصر والهلال. نفسية كبيرة وعالية للغاية، والأجواء تحكي نفسها، القمة تقدم نفسها، الليلة لا مثيل لها، الكورة سيكون فيها صراع كبير، والكورة بين تاليسكا وإيغالو أو بين بعض الأسماء اللي ستكون محط انظار الفريقين في هذه المباراة. من جهة أخرى بطبيعة الحال أبو بكر سالم الدوز، كرة طويلة لكنها أقرب إلى كونان، أمن عليها أقرب عند أوسبين. كانت الحديث عن هذا الديربي اللي قبل انطلاقته بأيام كان كثير من الكلمات حوله. بالسلامة إن شاء الله لمحمد البريك اللي كان في اللقطة الماضية مع زميله في قائمة المنتخب السعودي سلطان الغنام. اللاعب يبحث عن الحلول، يحاول مرور مع سالم الدوسري، أكثر من لاعب، تغطية، تدخل، خطأ يحتسبه حكم المباراة لهداف الدولة الأولى. خمس دقائق أولى، تاليسكا حطها لكنها في الجدار، وبعد ذلك تحولت إلى ركنية نصراوية وسط مطالبة بوجود لمسة نصراوية أولى في القمة. الكرة العرضية خطيرة، المايوف ارتفع، تدخل، تصل إلى فيتو، يحاول اختراق دفاع نصراوي الروم. إيغالو يبحث عن الحلول، يحافظ على كرته، يلعب العرض عند كاريو، لمسة في اليسار خطيرة، وكرة بدون عيد. رونالدو أمام كرة ثابتة، رونالدو حطها لكنها جاءت عالية، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. والنهاية من إيغالو يسجل أول أهداف الديربي، هدف هلالي أول في هذه القمة قبل أن تكتمل الدقيقة العاشرة. أفضل من الجانبين، الكرة في وسط الميدان، محاولة فيها تغطية، تدخل، خطأ، إنذار سعودة، ويكتفي الحكم بالخطأ، يستدعي فيها محاولة نصراوية طويلة وخطيرة بالرأس لكنها مرت المرمى. غونزاليس صاحب هذه اللقطة، لكن الكرة عدت إلى ضربة مرمى من المدافع اللي تدرب، يبحث عن الكرة الطويلة على رأس أبو بكر، طويلة لكنها بعيدة. مريرة بناء هجمة في جهة اليسار، محاولة من جانب سامي عرضية لكنها لا زالت خطيرة، لمسة فيها تغطية وتدخل، وبعد ذلك تسلل. كان في شك بوجود تسلل قبل كل شيء في اللقطة الماضية، ولكن الهجمة استمرت بعد ذلك. الحكم يشير، يكون عندك ملاعب بعدد أكبر، بسعة أكبر، طويلة الكرة، أوسبينا ياخ ما بالك ونحن في القمة. حلوة 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 تمريرة، لكن حاول يمر أبو بكر، بينية خطيرة ولكنها فيها تغطية من جانب جحفري أمام تاليسكا، بالتالي ضاعت الكرة الأخيرة. طويلة الكرة، راسية، تحضير، خطيرة وفرصة، لكن المعيوف أقرب للكرة. فرصة كانت في منتهى الروعة لتاليسكا، المعيوف خرج في توقيت حاسم. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله لمعيوف. اللاعب يتوقف بسبب إصابة حارس المرمى، بالتأكيد الحالات النادرة اللي يطرحك. ولا زالت الكرة في على حدود منطقة الجزاء الهلالية. هيون هو اللي يمسك كورة ويضغط، الهلال يتراجع في هذه الأثناء. هيون في اتجاه سالم الدوسري، السيرة على الكرة خطيرة، أوسبينا يخرج من باكر، يحاول يمر، مر، أبو بكر عدى بكرة وتسديدة لكنها في يد المعيوف. يا الله، فيها تغطية دفاعية، تصل بعد ذلك إلى كونان النجعي بمهارة، بريوب يحاول يعدي، جوسامو يتدخل، سيرة على الكرة، يكسب فيتو، خطأ على تاليسكا، خطأ على تاليسكا. بالسلامة لفيانو، سعود على جهة اليمين، خطيرة هلالية، تمريرة لكنها طافو، تغطية من جانب سعود عبد الحميد، كرة عرضية داخل المنطقة لكنها سحب، لوسيانو فيتو، خطيرة هلالية عرضية داخل المنطقة لكنها سهلة في يد دافيد أوسبينا. كرة نصراوية خطيرة أخرى، لمسة بينية أخرى وفرصة، يبحث عن كرة عرضية داخل المنطقة خطيرة وبالرأس، حلوة وفرصة، يا الله
جميلة من مبكر، لعبة يا حريف، لعبة حلوة. وعلى جهة اليسار مر 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 عرضية، فرصة لكن السلطان يبحث في كرة بالكعب إلى مبكر، خطيرة داخل منطقة الجزاء، للبحث على المرتدة إلى تاليسكا، ينتظر مساندة، مر وتغطية وتدخل وإنذار على جوستافو كويار. نعم، بطاقة صفراء على كويار، بطاقة صفراء على كويار بعد تدخله في الأداء، لكن صدمت في العمري كأنه عطاير، لكنها سهلة في يد أول. البحث عن التعادل بكرة عرضية خطيرة، لكن الدفاع، عبد الحميد بتمريرة إلى إيغالوب، الهتمة لم تكتمل، التذكر تمريرة الرد لا تكتمل، مبكر يحاول التسديد كرة لكنها في يد المعيوف. مرة ثانية في الزحمة حاول كري ناصر، التمريرة أمامية لإيغالو تركها خطيرة، لكن أمام تاليسكا نصراوي، عرضية من جانب الصليهم، رونالدو مسحها، تاليسكا حطها، كلهم في خدمة النصر، تصل مرة رهيبة، التقاهم، تحرك من جانب رونالدو براسه، هدف نصراوي لتاليسكا، روعة روعة روعة. العرضية فن كيونسو، صراع في الأخير، كرة إلى رمية جانبية للهلال من جانب الدفاع، أقرب إلى دافيد أوسبينا، محاولة إنهاء الشوط الأول بهذه النتيجة بخطأ احتسب حكم المباراة على أيمن يحيى، لمصعد سالم الدوسري للعودة في أحداث هذا اللقاء، فيها كرة لمصعد مبكر، محاولة تمريرة سعود عبد الحميد بكرة عرضية خطيرة، لكن الدفاع تدخل في اللحظة، لمسة حلوة باتجاه سعود عبد الحميد، عرضية داخل المنطقة بالرأس خطيرة لكنها مرت، وبعد ذلك تحولت إلى ضربة مرمى. 45 دقيقة انتهى، داخل منطقة الجزاء نجع يحاول يمر، تأخر وتغطية، اختراق الدفاع، تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، مبكر تسديدة، يا الله حلو العمل في اللقطة الماضية، تمريرة من تاليسكا، تمريرة فتحرك باتجاه لوسيانو فييتو، تغطية وتنفيذ، واسب بيتي على تنفيذ الخطأ، مارتينيز تسديدة والمعيوف خلصها، حلوة من جانب بيتي، اللمسة في المساحة إلى كولان، تسديدة وكرة، يا الله خلصها بالقدم المعيوف، ضغط نصراوي، قدم المعيوف، ضغط نصراوي، وراسية أخرى، يا الله، كرة أمام سعود عبد الحميد بكرة عرضية خطيرة بالراس ومرت، يا الله ألقى السلطان غنام، واحدة يمين واحدة شمال، النصر يضغط من كل الأماكن، يهاجم الهلال بقوة في هذه الدقائق، البينية خطيرة لمبكر وفرصة، لكن المعيوف يخرج فيها تسلل على مبكر، نعم فيها تسلل اللقطة الماضية على فينسان مبكر، تمريرة بيتي مارتينيز، الكرة اللي تحرك تاليسكا، تمريرة في المساحة إلى تاليسكا وتسديدة، رامون دياز، وايضا مع فريقه الحالي الهلال، بالسلامه لسعود عبد الحميد، بالسلامه لسعود عبد الحميد، على حدود منطقه الجزاء، محاوله تمويه، تغطيه من الدفاع، طويله اماميه خطيره للنجعي، استقبال لكن التغطيه، محاوله الى ايغالو في مكان خطير، تحرك من ناصر خطيره وصافره وركله جزاء، يا الله ركله جزاء هلاليه، تمريرتي ناصر الدوسري اللي تحرك واخترق الدفاع النصراوي بعد تمريرة ذكية من جانب إيغالو، بعد أن شاهدها حكم اللقاء في أكثر من مرة قرر احتساب ركلة جزاء، نعم في هذه اللقطة لمصلحة الهلال، والدعوات في المدرجات النصراوية في لقطة، والترقب في مدرجات الهلال في لقطة، غارسيا ورامون وأمامنا سالم وأسبيرا، سالم التورنيدو، التورنيدو في المرمى، هدف ثاني يا زعيم، من لا غير
سالم الدوسري ما لها غير التورنيدو. الهدف الثاني لمصلحة الهلال من علامة انتزام الإنذار ليوسفين على ما أظن بالتأكيد كان على احتياط.